الذي سيكون في هذه الأمسية مشاهدي الأفاضل على يمين الشاشة بلباسه الأبيض المعتاد، بينما الريكس بلباسه الأحمر بقيادة ستيفن جيرار الذي يلعب اليوم مباراة رقم 70 في دوري أبطال أوروبا مع فريق ليفربول. سبق له هذا العام ويسجل هدفين في الدوري وهدف واحد في دوري الأبطال. ضربة الانطلاق مشاهدي الأفاضل تعطى بعد حين بالتمام والكمال عند الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، الاحترام الوقت واحترام التقاليد الكروية التي صار عليها رونالدو لأنه هو الشرطي في الريال جديدة ميليولي. التسديدة من كريستيانو رونالدو في أول كرة. من توني كروس في القائمة الأول. خطيرة وخمس كرة بعيد وقراب من بعضهم البعض. رونالدو يواصل يلعب مع خمس رونالدو، كرة صعبة للريال، كريستيانو جول. جول او ماي جاد، يا إلهي عليك يا رونالدو، اللعبة كانت ممتازة. خطوات واحد اثنين، سلم واستلم رونالدو باليمنى، مرر باليمنى استلم وباغ الدفاع فريق ليفربول. يا لها من كرة ويا لها من لقطة، رونالدو لكريم، كريم رونالدو، رونالدو لخميس، دخل يواصل توني كراوس، رونالدو دخل توني كراوس، بنزيما على الجهة اليسرى، اللعبة ثنائية، كريم بنزيما يرجع لرونالدو، خطيرة. يا سلام عليك يا كريستيانو رونالدو على الجهة اليسرى، دخل إيسكو، توني كروس في القائمة الثانية، خطيرة بيبي. جول جول، يا إلهي يا كريم، هدف في منتهى الروعة، كرة ساقطة ارفعها كريم فوق الرؤوس كلهم وفوق الحارس مينيولي. شوف الكرة مرة ثانية، أين هو فريق ليفربول في هذا اللقاء؟ يتفرج على الريال وهو يقول أين أنت؟ توني كروس الركنية، كارثة هنا في أنفيلد راوند، الملعب الشبح الذي كان شبحا على الريال هو شبح على ليفربول بثلاثية اليوم. 3 أهداف مقابل 0 في ظرف 40 دقيقة من اللعب. كريم بنزيما يسجل هدف الرابع في دوري الأبطال لهذا الموسم. شوف الاختلالات الفادحة على مستوى الخط الخلفي لدفاع ليفربول. أنتم لستم ليفربول على مستوى الخط الخلفي، أنتم لستم ليفربول تماما في العملية الدفاعية، أنتم أي نادي بالنسبة لعناصر ليفربول؟ جدا بالنسبة لليفربول قبل العودة إلى غرف الملابس وتسديد الجول. بأصابع يديه أخرجها إيكر كاسياس، لا الحكم قال ضربة مرمى. التسديدة عن طريق يلعبها مباشرة لكوتينيو، لعب كوتينيو يسدد، كوتينيو جول. كوتينيو تسديدة من أروع ما يكون. حصل فريق ليفربول الصمود في الهجمة المعاكسة لعناصر الريال، كرة على الجهة اليمنى مع خميس، وعلى الجهة اليمنى موجود خماس يبحث عن بنزيما، عودة سريعة من جلين جونسون، رونالدو سرقها، رونالدو اختفى، رونالدو توقع، رونالدو سدد، رئيس كو توزيعة ممتازة لكريم بنزيما، رونالدو، يا كريستيانو رونالدو كنت قاب قوسين أو أدنى من معادلة رقم راؤول التاريخي، عندما تسجل الهدف الثاني اليوم لك والرابع للريال والواحد والسبعين في مشوار يعني من الآن. هاي الكرة لصالح عناصر فريق الريال، سراين سلينج، وإيكر كاسياس، كرة سهلة بالنسبة إليك يا إيكر، هاي الكرة لصالح عناصر فريق ليفربول مع سلينج، وضعية تسلل لقول الحكم، الكرة تأبى الدخول، الكرة ترفض الدخول، الريال يرفض، وجع ريال مدريد واقتبل و و و وبنزيما توغل كرة ممتازة لخافيز رودريغيز، خماز هل اعتذر لرونالدو؟ سيعتذر لرونالدو خماز على تضييع الكرة، وعي الفاران حكم المباراة الإيطالي نيكولا ريتسوني يصفر نهاية هذا المهرجان الكروي الذي صنعه عناصر فريق ريال مدريد بتفوقهم
بالنتيجة وبالأداء بثلاث أهداف مقابل صفر في مباراة كان فيها ليفربول ليس هو ليفربول وريال مدريد كان هو ريال مدريد الذي يتمناه الجميع، ريال مدريد الذي يعشقه أيضا الجميع بدون بكل جدارة. الريال فاز اليوم.